إن طواغيث الحكم الجاثمين على صدر الأمة في جزيرة العرب هم كفرة مرتدون، كفرة لأنهم لا يحكمون بما أنزل الله، وكفرة لأنهم يحتكمون إلى شرائع الكفر الطاغوتية والقوانين الوضعية من دون شرع الله، وكفرة لأنهم هم أنفسهم يشرعون التشريع المضاهي لشرع الله تعالى، وكفرة لأنهم ينسبون لأنفسهم كثيرا من خصائص وصفات الإلهية، وكفرة لأنهم حللوا الحرام وحرموا الحلال، وكفرة لأنهم يحاربون الله ورسوله والمؤمنين، وكفرة لأنهم يصدون الناس عن دين الله تعالى وعن التوحيد والإيمان، وكفرة لأنهم يكرهون ما